بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. الآن مع الجزء الثاني للفصل السادس وخاص بإرشاد ذوي الصعوبات التعليم وأسرهم، وإن شاء الله الآن هنكمل الجزء الخاص بطرق إرشاد ذوي صعوبات التعلم. وكنا اتكلمنا قبل كده على التدريب على المهارات الاجتماعية والتدريب على تأكيد الذات، والآن سنتحدث عن تدريب الرفاق، وده نقطة مهمة جدا داخل إرشاد ذوي صعوبات التعلم. لا يوجد تدخل يساعد الأفراد ذوي صعوبات التعلم في الدمج مع المجتمع إذا لم يتقبلهم المجتمع نفسه، وده بالنسبة لذوي الإعاقة بصفة عامة. لازم يكون في تقبل ووعي من المجتمع بحقوق هؤلاء الأفراد من ذوي الإعاقة، ويعني التعامل معهم بطريقة إنسانية أو بطريقة أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي. طيب، في داخل الصفوف لازم يكون في يعني بعض من أشكال الدمج الاجتماعي، من أشكال الدمج الاجتماعي الخاصة بدمج ذوي الإعاقة وذوي صعوبات التعلم مع زملائهم العاديين، وده بيتم داخل الفصول. ومن هنا هو بتعريض كافة الطلاب إلى بيئات الدمج، إلى بيئات الدمج. الدمج إيه؟ الدمج الاجتماعي. والدمج الاجتماعي ده بيساعد على تقبل الزملاء العاديين أو الطلاب العاديين لذوي الإعاقة. هننتقل الآن إلى الطرق الإرشادية للتعامل مع حاجات ذوي صعوبات التعلم. في بعض الحاجات خاصة بذوي صعوبات التعلم هنتكلم على أول حاجة منها، وهي حاجة التلميذ إلى تدريبه على السلوك الاندماجي والسلوك المستقر. السلوك الاندماجي احنا لسه دلوقتي متكلمين على تدريب الرفاق، وبرضه احنا هنا بنحاول يعني ندمج الطالب من ذوي صعوبات التعلم مع زملائه العاديين. طيب، عندنا من الضروري أن يخطط المعلم بالتعاون مع الوالدين. التخطيط اللي هيقوم به المعلم هيكون بمساعدة الوالدين لتزويد التلميذ بخبرات تعيد بناء ثقته بنفسه. ومنها إيه اللي نقدر نقوم به إذا كان المعلم أو المرشد النفسي؟ طب عندنا رقم واحد، تكليف التلميذ بأعمال مناسبة في البيت تؤدي إلى رفع معنوياته. ان احنا نعود هذا الطالب من ذوي صعوبات التعلم على تحمل المسؤوليه، وده مفيد جدا لجميع الاطفال اذا كانوا عاديين او من ذوي الاعاقه، ان احنا يعتمد على نفسه داخل المنزل او يساعد في اعمال المنزل، وده بيشعر هذا الطفل بتحمل المسؤوليه وبيدربه على تحمل المسؤوليه حتى خارج المنزل. كمان عندنا اشراكه في نشاطات خدمة المجتمع المحلي. لو في نشاطات لخدمة المجتمع المحلي نحاول ان احنا ايه نشركه فيها، كالاعمال التطوعية وتقديم خدمات للمحتاجين، وده طبعا بيزيد من سلوكه الاندماجي او بيزيد من اندماجه داخل المجتمع، وكمان بيزيد من تقديره لذاته وتأكيد ذاته اللي اتكلمنا عليه قبل كده. طيب، حاجة التلميذ الى شعوره بالانتماء. كمان عندنا نقطة مهمة جدا، وهي شعوره بالانتماء، انتمائه للمجموعة اللي هو يعيش معها إذا كانت الأسرة، وانتمائه للفصل اللي هو بيعيش فيه أو انتماء المجتمع. طيب، كل ده بيتم عن طريق إيه؟ تدعيم تدريب التلميذ على التخطيط لبعض الأنشطة الاجتماعية. التخطيط لبعض الأنشطة الاجتماعية، إن إحنا نخليه هو اللي يضع خطة لنشاط اجتماعي مثلا يقوم به هو وزملائه، يقوم به هو وأصدقائه وهكذا، فده بيديله فكرة انتمائه للمجموعة دي، إن هو اللي مخطط لهذا النشاط الاجتماعي، وإن هو اللي يستطيع يعني مساعدتهم على التفاعلات الاجتماعية داخل هذه المجموعة. كمان التدريب على استخدام إيقاع الصوت وتطبيقاته في مواقف التعامل مع الآخرين. كمان إن إحنا ندربه على يعني استخدام الصوت إذا كان بصوت منخفض في الأوقات اللي يحتاج ليها الموقف، أو بصوت مرتفع في الأوقات التي يحتاج إليها موقف آخر.